اهلا بكم اعزائي طلبه وطالبات التعليم التجاري الصف الخامس، ورجعنا لكم في حلقه جديده من حلقات المحاسبه الاداريه. هنستفيد فيها في بحور علم المحاسبه الاداريه، وزي ما متعودين كل حلقه ان انا بتاكد تاني من مراجعتكم للدروس السابقه، فبنبدا نعمل ريفرش للمعلومات بتاعتكم، وتاني بنأكد على ان طالب الصف الخامس التجاري هو امتحانات ممتده. فزي ما متعودين كل مرة انه هو بيبدأ يجيب ورقة وقلم ويبدأ يكتب الأسئلة بتاعته، يسجلها ويبدأ يبعت لنا على القنوات الشرعية لقناة التعليم الفني، سواء على قناتنا على اليوتيوب او على صفحتنا على الفيسبوك. وزي ما متعودين دايما انتم مدرسينكم معاكم ال 24 ساعة تقريبا، برد على كل الاستفسارات اللي بتوصل لنا. طيب عزيزي الطالبة، في البداية هنبدأ نعمل سؤال مراجعة عن الحلقة السابقة، والحلقة السابقة أفكركم بيها احنا خدنا فيها الأمثلة التطبيقية على النسب المالية، وخدنا في النسب المالية في الحلقة السابقة 4 مجموعات من مجموعات النسب، هي النسب السيولة، ونسب السيولة كانت 5 نسب: نسبة تداول، نسبة السيولة، نسبة السيولة السريعة، معدل دوران النقدية، وصافي رأس المال العامل. وزي ما متعودين عرفنا الحلقة السابقة هي كانت بتقيس ايه، واخدنا امثلة عملية عليها. ان تاني نوع من انواع النسب اللي هي نسب الربحية، ونسب الربحية كانت عندي بتمثل في نسبة مجمل الربح الى صافي المبيعات، نسبة صافي الربح الى صافي المبيعات، ونسبة صافي الربح الى مجموع الاصول. بعد كده دخلنا على نسب حقوق الملكية. نسب حقوق الملكية قلنا بتقيس اموال الاقتراض اللي احنا بنقترضها، ودي كانت بتبقى نسبة حقوق الملكية إلى نسبة الأموال المقترضة إلى حقوق الملكية، ونسبة الأموال المقترضة أو نسبة الأصول المتداولة إلى حقوق الملكية. تمام. وبعد كده دخلنا على نسب النشاط. ونسب النشاط كانت عندنا اللي هي معدلات دوران كلها: معدل دوران المخزون، معدل دوران المدينين، معدل دوران الأصول الثابتة. طيب عشان نبدأ نراجع تاني، ونبدأ أنا هسألك سؤال وأنت تبدأ تجاوب عليه وتبدأ تختبر معلوماتك معايا، نبدأ نشوف سؤال المراجعة بتاعنا. سؤال المراجعة النهاردة بيتكلم عن، جايباه بشكل نظري، بيقول لي هنا أكمل: 1 نسبة التداول بتساوي نقط، 2 معدل دوران النقدية بيساوي نقط، 3 نسبة مجمل الربح إلى المبيعات بتساوي نقط، 4 نسبة الأصول الثابتة إلى حقوق الملكية بتساوي نقط، 5 نسبة الأصول المتداولة إلى الأموال المقترضة بتساوي نقط. الإجابة بالظبط زي أنت ما كاتبها: نسبة التداول بتساوي عندك الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة، نسبة معدل دوران النقدية بيساوي صافي المبيعات على النقدية زائد الاستثمارات قصيرة الأجل. تالت إجابة معاك هي نسبة مجمل الربح إلى المبيعات، يبقى بتساوي مجمل الربح إلى على صافي المبيعات. رقم 4 نسبة الأصول الثابتة إلى حقوق الملكية، يبقى بتساوي عندي الأصول الثابتة إلى أو على حقوق الملكية. 5 نسبة الأصول المتداولة إلى الأموال المقترضة، بتساوي عندك الأموال الأصول المتداولة على الأموال المقترضة. احنا كده اتأكدنا ان انت بتراجع المعلومات بتاعتك، وبدأت ان انت تبدأ المعلومات زي ما متفقين، وزي ما اتفقنا ان نظام مذاكرتك هيكون دايما بشكل مستمر. وعشان انت السنة عندك سنة ممتدة، فلازم تعمل ريفرش المعلومات او الدروس السابقة، ان انت تحل جزء من الدرس السابق، بعد كده تبدأ تدخل على الدرس الجديد اللي انت لسه مذاكرتوش. طب حلقة النهاردة ان شاء الله احنا هنتكلم فيها عن تحليل المسار الحرج. هنقدر نعرف في الحلقة النهاردة ايه هو المسار الحرج، ازاي نرسم شبكة الاعمال، ازاي نطلع المسارات الحرجة، ازاي نعرف حساب الوقت المتوقع للمشروع. وهنعرف في الحلقة بتاعتنا دي هو انا ليه بستخدم شبكة الاعمال، وايه اهمية شبكة الاتصال عندي في الاعمال. طيب بداية هنبدأ نعرف مع بعض ايه هو المسار الحرج. المسار الحرج هو اطول وقت او اكبر وقت في شبكة الاتصال. طيب يبقى تاني، هل تعريف المسار الحرج مهم؟
اه طبعا تعريف المسار الحرج مهم، لان احنا هناخد ان انا عندي 3 اوقات بيتم التنبؤ فيها في المحاسبة الادارية. منهم ان انا دلوقتي عايزة احدد المشروع بتاعي يبدأ يستغرق قد ايه في انجاز مهامه، لسبب احنا عندنا الشركات او المنشآت بتتطلب اوقات، وبتبدأ ان هي بتدي مواعيد لإتمام عمليات التنفيذ بتاعتها، وبتدي أو وقت ومواعيد تسليم الأوردرات أو تسليم الطلبات للزبائن والعملاء الخاصين بيها. طيب إزاي المنشأة عندي تقدر تتأكد إن العرض أو الطلب بتاع الشركة اللي هي العميل بتاعي يستغرق 15 اسبوع، 20 اسبوع، 30 اسبوع؟ قالي عن طريق شبكة الاتصالات او شبكة الاعمال. تبدأ شبكة الاعمال بتاعتي بتبدأ تحدد لي ايه الوقت والمسار اللي احنا نبدأ نتفق معاه على العملاء بتاعتنا، ونبدأ نديهم الوقت لتنفيذ او تجهيز الطلبات بتاعتهم. طيب المسار الحرج هو الوقت الذي او هو المسار الذي يتطلب اكبر وقت في شبكة الاتصال. يبقى انا بختار اكبر وقت في شبكة الاتصال وابدأ احدده للعميل واقول له هو ده الوقت اللي انا هبدأ اسلمك فيه التنفيذ. طب هل التنفيذ تم قبل الوقت ده؟ تمام، كويس جدا، لكن مش هيتم بعد الوقت ده، لان انا اخترت اكبر وقت ممكن انا انفذ فيه الاوردر او طلبات العميل بالنسبة لي. طيب تعريف المسار الحرج يوصلني هل شبكة الأعمال احنا بنمارسها في كل الأعمال؟ قال لي هي شبكة الأعمال بتتطلب في مجموعة من الأعمال بتتطلبها جدا وتعتمد عليها. زي ايه؟ زي أعمال البناء، أعمال الصيانة، زي بناء السفن، زي بناء الطائرات والصواريخ والفضاء. يبقى الاعمال دي بتتطلبها ليه؟ لان انا ساعتها بتطلب بالظبط تحديد اوقات لتنفيذ الطلبات بتاعتي، فببدا ان انا استخدم من خلال شبكه الاعمال ابدا احدد الوقت الواجب للتنفيذ. طب تعالى هنا نقول من الاستخدامات المتعدده لشبكه الاعمال. رقم 1 عندك اعمال الانشاءات والتنفيذ، رقم 2 اعمال الصيانه، 3 هي اعمال بناء السفن والترسانه البحريه، رقم 4 برامج الفضاء، 5 عمليات التعديل. العمليات دي بتتطلب وقت كبير جدا، بتتطلب مجهود، بتتطلب اموال واستثمارات كبيره، وبتتطلب دقه في تحديد المواعيد النهائيه للتنفيذ، لان احنا عندنا شركات ممكن تبدا تفرض غرامات على التاخير، فانا مش عايزه شركتي تتحمل تكلفه غرامه، فابدا ان انا ابدا احدد الوقت اللازم عن طريق شبكه الاعمال. فهنا شبكه الاعمال مهمه بالنسبه لي؟ اه طبعا مهمه جدا، مهمه لانها بتحدد لي الوقت اللازم لتنفيذ المشروع عندي. طيب شبكه الاعمال بتاعتي دي بتتكون من مجموعه من الخطوات هنبدا نعرفها من بعض، تعالى نتعرف بيها مع بعض. اول حاجه هنتعرف عليها حاجه اسمها الحدث. الحدث هو اللي بنرمز له برمز الدايرة، يبقى أنا برمز للحدث عندي برمز الإيه؟ الدايرة، وبعبر عنه برقم. يعني أنا كل حدث من الأحداث اللي عندي بديها رقم 1، 2، 3، 4 وهكذا. طيب الحدث ده بيمثل إيه؟ هي مرحلة إنجاز عمل أو انتهاء نشاط سابق وبداية نشاط تالي جديد. الحدث بالنسبة لي ليس القيام بوقت او قيام بالفعل بالمهمة وما بيستغرقش وقت. يبقى تاني معايا، انت اول حاجة هنبدأ نعملها في رسم شبكة الاعمال بتاعتي هو الحدث. طب الحدث ده انا هرسمه ازاي؟ احنا بنرسمه في شكل دايرة، هو بياخد عندي شكل دايرة، وكل دايرة من الدوائر بتاعتي بنديها رقم، نبدأ بالتسلسل 1، 2، 3، 4 لحد الاحداث بتاعتي كلها. طيب هل الحدث ده بنقول ان هو عبارة عن ايه؟ قال لي ده هو مرحلة انجاز مهمة، يعني ساعة ما اوصل للحدث يبقى انا كده انجزت المهمة. يعني مثلا وصلت للحدث رقم 2، يبقى انا انجزت المهمة رقم 1، وببدأ في المهمة رقم 3، يبقى انا انجزت من 1 ل2، ويبقى هو بالنسبة لي هو عبارة عن انتهاء مرحلة سابقة وبداية مرحلة جديدة. طيب
هل الحدث ده بيستغرق وقت او بنعبر عنه بوقت؟ قال لي لا، الحدث ما بيستغرقش وقت، ومش معناه هو القيام بعمل فعلي. امال ايه اللي بيديني القيام بعمل فعلي؟ قال لي النشاط. طيب النشاط، تعال نشوف النشاط بنعبر بيه بايه. النشاط في الرسمة بتاعتنا اللي هي شبكة الأعمال هنبدأ نرمز له بالرمز سعة، وهو يعني القيام الفعلي بمهمة، وهو الجزء الذي يستنزف مال ووقت وموارد. يبقى تاني، أنا هنا عندي حاجتين مهمين جدا بتعتمد عليهم في رسم شبكة الأعمال. أول حاجة هو الحدث، والحدث بنقولنا بنرمز له بالرمز الدايرة وبنديله أرقام. طيب ايه اللي بيرمز الدوائر بتاعتي ببعضيها، او ايه اللي بيرمز اللي بيربط الاحداث بتاعتي ببعضيها؟ اللي بيربط الاحداث ببعضيها هو النشاط، والنشاط هنا بنعبر له بالرمز السهم. تمام. وراس السهم طبعا بتتجه ناحيه الاتجاه اللي رايحه له، يعني مثلا انا من واحد لاتنين، يبقى ما ينفعش اعمل راس السهم من اتنين لواحد، لا طبيعي من واحد الى اتنين. طيب هل النشاط هنا هو معناه القيام بعمل فعلي؟ ايوه، هو النشاط هنا ان انا قمت بالمهمه، والوقت والمهمه دي استنزفت وقت ومال ومجهود. يبقى النشاط هو اللي بنحط له الارقام بتاع الاداء المهمه، وده معناه ان النشاط ده استغرق عندي او استنزف وقت مال ومجهود. بيوصلني النشاط من مرحله او من حدث الى حدث اخر. يبقى دول اهم حاجتين لازم تعرفهم في شبكة الاتصالات بتاعتك او شبكة الاعمال. طيب ده يوصلني لتعريف ايه هي شبكة الاتصالات. احنا كده عرفنا اهم بنود شبكة الاتصالات. طيب شبكة الاتصالات عندي هي عبارة عن ايه؟ قالك هي تتابع. تعال نشوف شبكة الاتصالات معناها ايه. هي بيان العلاقة بين الاحداث والانشطة والتي تربط بينهما في تتابع منطقي. يبقى احنا اتفقنا ان انا عندي مجموعة دوائر اللي هي تمثل الحدث، مجموعة اسهم اللي هي بتمثل لي نشاط. العلاقة دي بنسميها شبكة اتصالات، وهي بيبقى هنا شبكة اتصالات هي بيان العلاقة ما بين الاحداث والانشطة اللي بتربط بينهم بين تتابع منطقي. يعني ايه تتابع منطقي؟ يعني انا مثلا خارجة من الحدث واحد رايحة للحدث اتنين، ما ينفعش اخرج من الحدث مثلا اتنين نروح للحدث 10 الا في تتابع منطقي. تمام. يعني وانت هتشوف دلوقتي رسمة الشبكة معايا، احنا هنبدأ نرسمها بتتابع خطوات، واحد اتنين تلاتة اربعة، ونشوف بعد كده كل الطرق اللي تقدر توصلني للحدث او النشاط الاساسي والحدث الاساسي عندي اللي هو انتهاء المشروع. قبل ما نبدأ نرسم شبكة الأعمال احنا محتاجين كويس جدا نتعرف على مجموعة أوقات أو ثلاث مفاهيم أوقات. الثلاث مفاهيم أوقات أنا عندي حاجة اسمها الوقت المتفائل، الوقت المتشائم، الوقت الأكثر احتمالا. ايه هو الوقت المتفائل؟ الوقت المتفائل بالنسبة لك هو أقل وقت يتم تنفيذه من خلاله. طيب يبقى تعالي تاني، الوقت المتفائل هو يمثل أقل وقت يمكن تنفيذ النشاط خلاله. طب ايه هو الوقت المتشائم؟ عكس الوقت المتفائل. الوقت المتشائم عندي هو يمثل أطول وقت لإتمام النشاط، بغرض أو بفرض إن الظروف غير مواتية، يعني الظروف ما تسمحش. الوقت الأكثر احتمالا هو الوسط ما بين الوقت المتفائل والوقت المتشائم، هو بيمثل الوقت أقل من المتشائم وأكبر من المتفائل، وهو بيعتبر أكثر التقديرات واقعية. تاني عشان تبقى فاهم معنى الثلاث أوقات، الوقت المتفائل أنا هضربه بمثال صغير. مثلا نقول إن أنت مثلا هتعمل أعمال صيانة، كونك شخص متفائل تقدر تقول إن أعمال الصيانة دي هتستغرق يومين. هل هو ده الوقت الطبيعي ليها؟ قال لي لا، لان انا هنا انا بشكل متفائل قوي ان انا شغال ال 24 ساعه او 18 ساعه، ما عنديش اي مشاكل، ما عنديش اختناقات، ما عنديش تعطل موارد، ما عنديش عامل غاب، ما عنديش اي ظروف غير مواتيه. يبقى ما انا هنا ما حطيتش احتمالات للتوقف. تمام. يبقى الوقت المتفائل هو اقل وقت في شبكة الاتصال عندي، واللي بيعتبر ان انا ممكن انفذ المشروع خلاله. طيب الوقت المتشائم عكس الوقت المتفائل، لا انا هنا بتشائم بقى،
انا شايفه ان الظروف غير مواتيه جدا، ان مثلا في سوء احوال جويه هتبدا تاخر اعمال الصيانه عندي، في تاخر في المواد الخام بتاعتي، في العمال عندي فيهم مشاكل، يبقى هنا انا متشائمه لدرجه ان انا ممكن ادي مثلا ان انا لا ان انا هخلص في 7 ايام. الوقت المتفائل بتاعك كان 2، الوقت المتشائم عندك كان 7 ايام. طب هل انا اقدر اعتمد على الوقت المتفائل او الوقت المتشائم؟ قال لي لا، احنا بنقدر نعتمد على الوقت الاكثر احتمالا. ايه الوقت الاكثر احتمالا؟ قال الوقت احتمالا ده هو الوسط، هو اطول عندي من المتفائل واكثر عندي من المتشائم. يعني مثلا لو انا شفت ان المتفائل انا اقدر انجز العمل في 2 يومين، لكن المتشائم اقدر انجز العمل في 7 ايام، يبقى هنا الوقت الاكثر احتمالا 4 ايام. هو ما بين الوسط ما بين المتفائل وايه ما بين المتشائم. فانت عندك هنا تقدر تقول لي ان الوقت الاكثر احتمالا هو بالنسبه لي اكبر من المتفائل واقل من المتشائم، والوقت الاكثر احتمالا هو الوقت الاكثر دقه في التوقعات، وهو اللي احنا بنقدر نعتمد عليه في التقدير بتاعي. طيب ده يوصلنا لحاجه تانية بقى، يوصلنا لمثال العمل بتاعنا، ازاي اقدر ارسم شبكه الاعمال وايه المطلوب مني في شبكه الاعمال. طيب تعالى هنا نتعرف الاول على مثال. طبعا زي احنا متعودين كل مره ان انت معاك الورقه والقلم تبدا تكتب المثال معايا وتبدا تمشي خطوات الحل بتاعتك. طيب المثال الاول عندنا في الحلقه النهارده بيقول لي هنا جمعه البيانات الاتيه عن انشطه احد المشروعات. هنا اعطاك الانشطه، انا عندي هنا 5 انشطه، الف ب ج د ه، المسار اللي بيمشي فيه كل نشاط او بيستغرقه كل نشاط او بيتعمل منه. اول حاجة النشاط الف، النشاط الف بياخد المسار من 1 الى 2، المسار ب النشاط ب بياخد المسار من 2 لـ3، الجيم بياخد من 2 الى 4، الدال من 3 لـ5، اله من 4 الى 5. طيب الزمن المستغرق في كل نشاط، انا هنا دايما الزمن عندي بيكون في الغالب اسابيع او على حسب ما يديهالك، اسابيع ايام شهور. طيب النشاط ألف هيستغرق 6، ب هيستغرق 5، ج هيستغرق 6، د هيستغرق 8، ه هيستغرق 3. طيب المطلوب منك في التمرين هنا ان انت ترسم لي شبكة الأعمال، بعد كده تبدأ تحدد لي المسار الحرك، وتبدأ تعمل لي الوقت اللازم لانتهاء المشروع، تعرفني الوقت اللازم. طب الخطوة الأولى عندك احنا هنبدأ طبعا من الدايرة الأولى اللي هو رقم 1، ونشوف الدايرة الأولى دي خارج منها كام مسار عشان نبدأ نربط الأحداث بتاعتي مع بعض. طيب يبقى أنا هنا افتكر إن أنا عندي أول نشاط اللي هو الألف هيبدأ بالدايرة الأولى رقم 1، رقم واحد بيخرج منها دايرة واحدة بس اللي بتوصلني للنشاط الحدث رقم 2. طب رقم 2 بيطلع منه حدثين اللي هو الحدث 3 والحدث 4، تمام كده؟ دي هتفرق معانا جدا وانت بترسم معايا رسم شبكة الأعمال. بعد كده الحدث 3 بيطلع منه على طول على الحدث 5، والحدث 4 بيطلع منه للحدث 5. طيب تعالى هنا نتعرف ازاي نرسم شبكة الأعمال. اول جزئية انت ازاي تعرف انا عندي كام دايرة او كام حدث. انا عندي هنا 5 احداث، اعرف منين ان انا عندي 5 احداث؟ انت اكبر رقم عندك في المسارات رقم 5، يبقى انا كده عارفة ان الاحداث بتاعتي كام؟ 5. طيب احنا اتفقنا ان احنا هنبدأ نرسم في الاول دايرة، الدايرة دي احنا بنسميها الحدث، بنبدأ نحط فيها رقم بنعبر عنه اول دايرة عندي بالرقم 1. الدايرة الأولى هنا هتاخد رقم 1. الدايرة الأولى على حسب الرسمة إن النشاط ألف بيوصل من 1 لـ2، يبقى أنا هرسم الدايرة رقم 2 ونبدأ نعمل نوصل ما بينهم بسهم. السهم ده إحنا بنسميه ألف اللي هو النشاط بتاعك. النشاط بتاعي بيستغرق 6، لو إحنا رجعنا للسؤال تاني أهو من 1 إلى 2 بنسميه ألف بالزمن بتاعه 6. بعد كده الاتنين بتوصلني الى دايرتين او حدثين، هنا ادي رقم 2 بتوصلني للحدث رقم 3 والحدث رقم 4، تمام كده؟ يبقى
طيب من 2 إلى 3 احنا مسمينها النشاط ب، وده بيستغرق 5. طيب في عندك من 2 إلى 4 وفي 3 إلى 4، هنا في دايرة مشتركة، في حدث مشترك، الحدث ده هيقدر تتوصل برقم 2 وبالحدث رقم 3. طيب نعمل ايه او ايه اللي نختاره؟ طب احنا هنوصل ونكتب الارقام وبعد كده نبدأ اقولك هتختار ازاي زمن المشروع او زمن كل نشاط. طيب من 2 احنا بنوصل الاول من 2 الى 3، بنكتب على المسار هنا النشاط هنا ب5. بعد كده الدايرة بتوصل من 2 الى 4، بالنشاط بتاعها بيسمى جيم، الوقت بتاعه 6. بعد كده عندي لما بوصل للحدث رقم 3 بكتشف ان الحدث رقم 3 متوصل بالحدث رقم 4. من 3 الى 4 بنسميه النشاط بتاعه دال ب8. بعد كده اخر حدث عندي بيتوصل من 4 الى 5، النشاط بتاعه اسمه ه الى 3. لو انت رجعت لتمرينك هتلاقي اللي احنا قلناه. طيب في هنا عندي ايه؟ انا عندي دايما نوعين من انواع الوقت، في حاجة اسمها وقت مبكر ووقت متأخر للمشروع. الوقت المبكر احنا هنبدأ من الشمال من الدايرة رقم 1، بنبدأ نتجه الاتجاهات بتاعتنا بالتسلسل، بنجمع حاجتين، بنجمع الوقت اللي جوه الدايرة زائد النشاط بتاعها ونبدأ نحطها في الحدث اللي بعديه. طب لو قابلتني حدث في داخل له سهمين او مرتبط بنشاطين، ساعتها هنختار الحدث او الوقت الاكبر. طب واحنا راجعين هنعمل العكس، هنختار طبعا نبدأ بالطرح ونبدأ نختار الحدث الاقل. طب تعال معايا عشان تفهمني اكتر بشكل عملي على الرسمة. اولا بداية احنا بدأنا من 1، هنحط هنا الوقت المبكر هو ده اللي هو الجزء الاول من دايرة، ده الوقت المتأخر، يبقى احنا كل دايرة عندنا هنفصلها بالمنظر ده. الجزء الاولاني ده اسمه الوقت المبكر، الجزء التاني اسمه الوقت المتأخر، كل دايرة بالمنظر ده، وقت مبكر وقت متأخر، وقت مبكر وقت متأخر، وقت مبكر وقت متأخر. بداية الحدث الاول هيكون طبعا مفيش وقت قبليه، يبقى يبدأ معايا بالصفر، احنا هنا هنبدأ كلنا نشتغل في الوقت المبكر بس، يبقى هنا هنحط 0. بجمع الصفر مع الستة عشان توصلني للاتنين، 0 و6 تبقى 6. انت رايح من 2 للـ3 يبقى من 6 لـ5 تبقى 11. مش هروح من 3 للـ4 ليه؟ لان انا عندي من 2 لـ4 الاول، يبقى هنا من 6 و6 12. بس في مشكلة عندي، ايه المشكلة؟ ان من 3 بتوصل لـ4 يبقى ده 4 هنا دخلها نشاطين مرتبطة بحدثين، نختار انهي؟ هنختار الحدث الاكبر. طب ازاي؟ اهو 6 و6 12، وهنا 11 و8 19، يبقى احنا هناخد الرقم الاكبر اللي هو 19. نيجي بعد كده 19، طبعا دي الحدث رقم 4 بيوصلني ل5، ادي من 19 و3 3 22، يبقى الدايرة الأخيرة هي الوقت اللازم لانتهاء المشروع، إن أنا عندي 22 أسبوع. طيب هنمشي العكس عشان نعمل الوقت المتأخر، بس قبل ما نشرح الوقت المتأخر هعيد تاني على الوقت المبكر تاني. أنت بتبدأ بالحدث رقم 1، بجمع الوقت المبكر اللي هو أنا من المصدر بالرمز 0 على أساس إن مفيش طبعا وقت ما استغرقش أصلا وقت، 0 زائد الوقت اللي استغرقه النشاط اللي هو الرقم اللي على السهم. بعد كده بتشوف هو بيوصلك لأي حدث، يبقى من 0 إلى 6 تبقى الحدث ده استغرق 6 أسابيع أو 6 أيام أو 6 شهور على حسب الرقم اللي أنا هتشغلك بالشهور أو بالأيام أو بالأسابيع، بس احنا في المتوسط بنستخدم كلمة أسابيع. طيب بعد كده بتبدأ بالتسلسل ده بنفس الطريقة. لو قابلني حدث داخل متعلق بنشاطين هنعمل ايه؟ هنجمع الاتنين عادي ونبدأ ناخد اكبرهم. تمام، واحنا راجعين بقى في الوقت المتأخر
بنعمل العكس. انا واحنا رايحين في الوقت المبكر كنا بنجمع، الوقت المتاخر هنبدا نطرح، ونبدا لو في دايره فيها رقمين بنبدا نختار الرقم الاصغر. طب تعالى نشوف على الرسمه عشان تفهم كلامي اكتر. طب احنا في الوقت المبكر حطينا صفر، طب في الوقت المتاخر اخر دايره هنا هنبدا بمين؟ قال لي ابدا باخر رقم اللي هو المبكر، يعني انت وصلت المبكر 22 يبقى حط المتاخر بتاعه 22، وابدا من 5 نروح لمين؟ للاربعه، 22 ناقص 3 تبقى 19، نبدا بعد كده من 4 بنروح ل 3، 19 ناقص 8 11، بعد كده من 3 نروح ل 2، لاحظنا حاجه في الاثنين؟ الاثنين كده يعتبر داخل لها سهمين، من 3 الى 4 ومن 3 الى 2 ومن 4 الى 2. طيب هنعمل ايه؟ هنطرح وناخد الاصغر، من 11 ناقص 5 تبقى 6، طب هنا 19 ناقص 6 تبقى كام؟ تبقى 11، لا يبقى احنا هناخد ايه؟ تبقى 13. احنا هناخد ايه بالنسبة لنا؟ هناخد الرقم الاصغر اللي هو 6، يبقى 11 ناقص 5 6، يبقى احنا هنا هناخد الرقم الاصغر. طيب نيجي بعد كده 6 ناقص 6 0، لازم الرقم اللي يكون عندك هنا صفر. لو الرقم المتاخر ما عطاكش صفر فيه حاجه غلط في حساباتك، او انت اخترت رقم اكبر. يبقى تاني الرسمه بالنسبه لي بتاع المسار الحرج او شبكه الاعمال، او بنسميها شبكه الاتصال. طيب هنا بنبدا اول حاجه بالوقت المبكر، طبعا بتبدا الرسمه بتاعتك الاول، رسمتي بتبدا ان انا بحط الاحداث، بعرف ان الاحداث من اكبر رقم موجود في الاحداث اللي هو 5، بقى انا عندي 5 دوائر، نبدا نرسم الدوائر بتاعتي، نبدا نوصل الحدث الاول من 1، متوصل من 1 الى 2 عن طريق النشاط الف، نشاط الف ب6، بعد كده وصلت من 2 الى 3 النشاط ب ب5، بعد كده من 2 الى 4 الجيم ب6، بعد كده كمان عندي من 3 الى 4 بدال ب8، بعد كده اخر حدث عندي اللي هو حدث الخمسة بيتوصلوا بالنشاط ه من 4 الى 5 ب3. يبقى اول حاجة بنرسم الرسمة بتاعتي ونبدأ نحط الاسهم ونحط الاوقات، بنرمز للنشاط بحروف بتبقى فوق السهم، والوقت المستغرق من كل نشاط تحت السهم. بعد كده بنبدأ نجاوب على او نحل الوقت المبكر. الوقت المبكر دايما بنبدأ هنا بصفر، بعد كده بنبدأ نجمع اللي جوه الدايرة مع السهم، يبدأ نحط فيه الاحداث بتاعتي، تبدأ بعد كده نوصلني الى الوقت اللازم لتنفيذ المشروع. طب لما اوصل الوقت اللازم لتنفيذ المشروع يبقى انا كده عايزة احدد المسارات الحرجة او المسارات اللي انا ممكن امشي فيها. لو انت انا بقربها شويه للطلبه بتاعتنا، بنقول لك افتكر لعبه المتاهه بتاع زمان اللي انت كنت بتلعبها في سن اصغر شويه، اللي هي متاهه الجبنه. انا عايزه اوصل للجبنه، بتوصل ازاي؟ بتبدا تمشي على كل المسارات على اساس تبدا توصل لها. طيب انا هنا هعتبر ان الحدث 5 هو الجبنه بتاعتي، وانا عايزه اوصل لقطعه الجبنه دي، فهنشوف ايه المسارات اللي انا ممكن توصلني ليه. طيب تعالى هنا نشوف الرسم اكتر عشان تبدا تصورها معايا اكتر. انا هنا عايزه ده هو نهايه المشروع بتاعي، انا عايزه احدد المسارات كلها اللي توصلني ليه. طب انا عندي مسار اهو من الف همشي للب، هيوديني للدال، بعد كده هيمشيني لله، انا كده وصلت، ده كده مسار. نبدا بعد كده المسار التاني، انا ممكن اخد طريق الالف، بعد كده الجيم، بعد كده اله، تمام. في حد يقول لي طب ما كنا مشينا كده الف جيم ه د، احنا ما بنرجعش، دي خانه، دي دايره، ده نشاط الرابع، ما ينفعش من النشاط الرابع ارجع لنشاط 3، تمام. يبقى انا هنا عشان اوصل لقطعه الجبنه بتاعتي او الحدث الخامس بنوصل له عن طريق المسارات. انا عندي هنا مسارين، المسار الاول لا اما نمشي الف ب د ه، لا اما نمشي الف ج ه. وافتكر الارقام بتاعتك، يعني ليه افتكر الارقام بتاعتي؟ لانك انت بدك تحدد لي الاوقات. يعني انا لو مشيت الف ادي كده ب6، ب ب5 كده 11، بعد كده د يبقى 18 19، بعد كده 3 يبقى 22. طب المسار الثاني هيبقى همشي الف ب6، بعد كده ج ب6 12، بعد كده ه ب3
12 15 دي كده المسارات اللي انا همشي فيها. تعال نشوف المسارات. يبقى انا اول مطلوب عملناه ان احنا رسمنا شبكة الاعمال. تاني مطلوب ان انا بحدد المسارات اللي انا ممكن امشي فيها وتحددها بالاوقات بتاعتها، وانا قلت لك ازاي تجيب الاوقات. طيب تعال نشوف المسارات عندي. انا هنا قلنا ان احنا نمشي مسارين الف ب د ه، اللي هو 6 زائد 5 زائد 8 زائد 3 تديني 22 اسبوع. رقم 2 المسار الثاني هيبقى الف ج ه، بيساوي عندك 6 زائد 6 زائد 3 بتساوي عندك 19 اسبوع. بالنسبه هنا انا اختار انهي مسار؟ انا كده جبت المطلوب رقم 2 اللي هو تحديد المسارات. من تحديد المسارات نبدأ نختار المسار الحرج، واحنا في اول جزء من الحلقة قلنا ان المسار الحرج هو اطول او اكبر وقت يتم تنفيذ المشروع من خلاله. يبقى انا هنا هختار الوقت الاكبر، وانت هتلاقي دايما الوقت الاكبر هو المسار اللي هو مكتوب عندك كمان في الاخر دايرة في دوائر الحدث. يعني هنا انا هختار 22، هنا ادي المسار الحرج هو المسار الف ب د ه. ليه؟ لان هو عطيني اطول وقت اللي هو 22 اسبوع. يبقى انا هنا لما اجي اتفق مع الشركات العميله هبدا اقول لهم ان انا هسلم المشروع بتاعي في خلال 22 اسبوع. بناء على ايه انا بدات احدد ال 22 اسبوع؟ قال لي بناء على رسم شبكه الاعمال بتاعتك، ان انت حددت كل المسارات وكل الاعمال اللي انت هيتم انجازها عشان تبدا تسلم المشروع بتاعتك في النهايه. فبدات احدد كل نشاط ممكن يستغرق مني قد ايه، وبدات اختار اطول وقت. ليه ما اخترناش اقل وقت؟ طب انا عندي مثلا المسار هنا 19 اسبوع، سوري المفروض هنا اللي هو 15 6 و6 و3 تبقى 12 اسبوع، 15 اسبوع. ليه ما اخترتش ال 15؟ لسبب، احنا قلنا ان في وقت متفائل، دي كده ان انا ممكن اكون متفائله زياده عن اللازم وعطيت الناس المواعيد، جيت اتاخرت عن المواعيد. في حاجه اسمها ما بين الشركات بتبقى اوقات لازم بتنفذ فيها واوقات تسليم، لان دي بتبقى متعلقه باوردرات ومتعلقه بطلبات، متعلقه ممكن توصل الشركه ان هي تغرم مبالغ كبيره جدا اذا خلفت المواعيد بتاعها. الحاجه التانيه بتعرض لي سمعه الشركه بتاعتي الى سمعه غير جيده في الالتزام بالمواعيد. لكن كون ان انا بحسب كل الانشطه بكل نشاط وبديله وقت كافي، وبعد كده كمان بختار اطول وقت، يبقى انا كده معايا فتره مداد انا حره فيها. والله خلصت مشروعي وبدات ان انا انفذه في وقت ال 15 وسلمته، تمام خير. لكن ما قدرتش، يبقى انا معايا لحد 22، وده هو اطول وقت ممكن المشروع بتاعي يتم تنفيذه، تمام كده. يبقى احنا هنا بنختار اطول وقت. يبقى احنا هنا السؤال بتاعي بيتمثل اول حاجه رسم شبكه الاعمال، بنبدا نرسم الشبكه بتاعتي. الحاجه الثانيه بنبدا نحسب كل المسارات اللي ممكن توصلني للحدث. بعد كده كمان ممكن نبدا نحدد ايه هو المسار الحرج بناء ان انا بختار اطول وقت من اوقات المشروع. طيب نيجي بعد كده زي ما احنا متعودين كل حلقه انا بديك تمرين الحل، حضرتك طبعا بتبدا تحله، تبدا ترجع لي بالاجابات على القنوات الشرعيه بتاعتنا اللي احنا اتفقنا عليها، يا اما قناه التعليم الفني على اليوتيوب وصفحتنا الرسميه على الفيسبوك للتعليم الفني. وانا ببدا زي كل مره ببدا ارد على تساؤلاتكم وبشوف حلولكم، واحنا معاكم على مدار ال 24 ساعه. طب نبدا نجيب ورقه وقلم ونبدا نكتب التمرين بتاعي. تمريني هنا بيقول لي جمعة البيانات الآتية عن أنشطة أحد المشروعات. النشاط ألف ب ج د ه ز. المسارات عندك من 1 إلى 2، من 2 إلى 3، من ج من 2 إلى 4، بعد كده من 3 إلى 5، بعد كده من 4 إلى 5، ومن 5 إلى 6. الزمن المستغرق عندي هو ألف هيستغرق 3، ب هتستغرق 5، ج هيستغرق 4، د بيستغرق 6، ه بتستغرق 2، وز بتستغرق عندي 3. المطلوب منك ان انت ترسم لي شبكة الاعمال، بتبدأ تحدد لي المسارات الحرجة،
المسارات، وبعد كده تبدأ تختار منهم مسار الحرك والوقت اللازم للانتهاء من المشروع. طيب التمرين السابق هيوصلني للتمرين التاني. ايه هو التمرين التاني؟ عبارة عن ايه التمرين التاني؟ انا في التمرين السابق كنت جايبه لك الزمن محسوب، انت اللي يعني الزمن جاي جاهز. طب هو ممكن في الامتحان يجيب لي الزمن مش جاهز؟ قال لي اه، انت كمحاسب اداري انت اصلا اللي المفروض بتحسب زمن الانشطه، وتعرف كل زمن بيستغرق قد ايه بناء على الوقت المتفائل والمتشائم والوقت الاكثر احتمالا. طب نرجع تاني لبدايه المحاسبه الاداريه. قلنا ان المحاسب الاداري بيعمل مجموعة من التنبؤات أو التقديرات الخاصة بالمستقبل، لكن هذه التنبؤات والتقديرات ليست مبنية على الوهم. ليه؟ لأنها مبنية على لا إما أرقام تاريخية حقيقية، لا إما مؤشرات في السوق حقيقية، لا إما آراء المديرين اللي معايا. فأنا ببدأ إن أنا أعمل قاعدة بيانات وقاعدة معلومات. قاعدة البيانات والمعلومات دي تبدأ توصلني لأكثر البيانات دقة، بالرغم من انها تنبؤيه او تقديريه، لكن هي مبنيه على علم. تمام؟ فالتنبؤات عندي هنا المحاسب الاداري بيبدا من خلال تجميعه لقاعده البيانات بتاعته وظروف كل نشاط والوقت المستغرق بناء على كل اداره من الادارات اللي هي المتصله او المترابطه مع في عمل النشاط، يبدا يحدد 3 انواع من الوقت: الوقت المتفائل، الوقت الأكثر احتمالا، والوقت المتشائم. طيب هل هو ممكن يقدر يجيب لي كده ونبدأ نحسب التمرين من أوله؟ أيوه. طيب أنا عندي قانون، القانون بتاعي بيقول لي ف زائد 4 ح زائد ش على 6. ف المقصود بيها متفائل، ح المقصود بيها احتمالا، ش المقصود بيها المتشائم على 6. طيب ده قانونك، ابدأ حط القانون وابدأ عوض عنه بالأرقام تبدأ توصل للتوقيت. تاني هنبدأ ورقة وقلم معايا وابدأ اكتب المثال وشوفوا معايا بيتحل ازاي. هنا بيقول لي المطلوب ان انا احسب الوقت المتوقع لكل نشاط. النشاط الاول هو نشاط الالف، المسار بتاعه بيكون 1 الى 2. الوصف بتاع النشاط ان انا بخطط تخطيط المصنع بتاعي. طب الوقت هنا المتفائل بتاعه 3، الح او الاكثر احتمالا 4، الشين المتشائم 5، ب المسار بتاعه من 2 الى 3، وصف النشاط بان احنا بنجهز المصنع، الف ب5، الح ب6، الشين ب7. نيجي بعد كده الجيم من 1 الى 3، بنبدا نخطط الانتاج، بنبدا الف بتاعتي ب7، الاكثر احتمالا 5، الشين ب9. لو انت لاحظت هتلاقي هنا ان دايما المتفائل اقل وقت ومتشائم بالنسبه له، والاكثر احتمالا بيكون المتشائم اكبر وقت تقريبا ممكن عندك. نيجي رقم د من 2 الى 5، تجهيز المواد الانتاج. هنا الف ب6، الح ب7، الشين ب8، اله من 3 ل6، ودي مرحله التشغيل والانتاج عندي. ببدا الف بتاعي ب3، الح ب4، الشين ب5، الواو من 5 الى 6، دي دراسة السوق. بيبدأ الف ب4، الح ب5، الشين ب6. بعد كده النشاط زين من 6 الى 7، ودي بتمثل عندي حملة إعلانية، ودي ف المتفائل بتاعي ب6، الح ب7، الشين ب8. نيجي للنشاط قبل الأخير، الح من 7 إلى 8، اللي هي دراسة التكاليف والأسعار. المتفائل بتاعه ب1، الأكثر احتمالا ب2، المتشائم ب3. نيجي النشاط الأخير هو نشاط الط من 6 إلى 8، ده المسار. الوصف النشاط بتاعك هو التعاقد مع الموزعين بالف ب1، الح ب3، والشين ب5. نبدأ نجهز ورقة وقلم وتعالى نشوف نحسب الوقت ازاي. اول حاجة في حساب الوقت انت بتعمل جدول، بتبدأ تنقل فيه النشاطات، المسارات، الاوقات اللي هي الفه والح والشين. وقلنا تاني ان الفه هي المتفائل، الح الاكثر احتمالا، الشين هو المتشائم. الوقت المتوقع هنا هو اتفقنا ان انا هبدأ اكتب القانون بتاعي وابدأ اطبق على القانون.
قانوني بيقول لي ف زائد 4 ح زائد ش على 6. طب تعالى نطبقها بشكل عملي اكتر عشان تبدا تشوف الارقام جت معاك ازاي. هنا لو انا عايزه احسب الوقت المتوقع للنشاط الف، المتفائل بتاعه ب3، الاكثر احتمالا ب4، يبقى بس انا عندي هنا زائد 4 وبربط من الحرف والرقم بفي، يبقى زائد 4 في 4 زائد 5 الكل على 6 يبقى ب4. يبقى الوقت هنا نشاط ألف بالنسبة لك هو كام؟ الوقت 4. نيجي بعد كده النشاط ب، نشاط ب هنقول في 5 زائد 4 في زائد 4 في كام؟ 6 زائد 7 على 6 يبقى 6. الجيم المتفائل بتاعها ب ف زائد 4 في 5 زائد 9 على 6 يبقى ب6. نيجي بعد كده دال، الدال 6 زائد 4 في 7 زائد 8 الكل على 6 تبقى 7. نيجي بعد كده اله، 3 زائد 4 في 4 زائد 5 على 6 يبقى ب4. لاحظ ان هنا احنا زائد اللي هو جنب علامة زائد 4 دي ثابتة في القانون بتاعي، تمام، وبنربط بينها وبين الرقم اللي بعديها بعلامة الفي. نيجي بعد كده الواو، الواو 4 زائد 4 اللي هي ثابتة في 5 زائد 6 على 6 يبقى الوقت المتوقع بتاعك ب5. نيجي بعد كده الزين، 6 زائد 4 في 7 زائد 8 الكل على 6 يبقى اعطيني الوقت المتوقع 7. الحاء عندك 1 زائد 4 في 2 زائد 3 على 6 يبقى الوقت المتوقع 2. ط بتساوي 1 زائد 4 في 3 زائد 5 الوقت المتوقع عندك يبقى 3. في المثال التاني احنا هنا ممكن بكتفي معاك ان انت ما ترسمليش شبكة الاعمال، يعني انا في الوقت، انا في المثال التاني انا مكتفي ان انا طالبه منك ان انت تحسب لي الوقت المتوقع لكل نشاط، ودي قلنا ان هي من ضمن مهام المحاسب الاداري ان هو اللي بيبدا يحسب الوقت الذي يستغرقه كل مسار. بناء على ايه؟ بناء على المعلومات اللي توفرت له من الوقت، سواء الوقت المتفائل اللي هو اقل وقت ممكن يتم تنفيذ المشروع فيه، الوقت الاكثر احتمالا اللي هو اكثر دقه، والوقت المتشائم. طيب المحاسب الاداري بيبدا يربط بين الثلاث اوقات ويبدا يعمل لهم زي المتوسط بتاعهم ويبدا ياخد الوقت الايه المتوقع. طيب هذا السؤال هنا، احنا دايما السؤال هنا ممكن يجي لي ان هو حساب الوقت بس، فابدا اجيب لك ف لو انا متفائل، نيجي بعد كده ح اللي هي الاكثر احتمالا، نيجي بعد كده اطلب منك واديك الشين اللي هو المتشائم وابدا اطلب منك الوقت. طب انت دايما بتحط القانون، حط قانونك وابدا عوض عن القانون بتاعك، قانونك تاني ورقه وقلم وابدا اكتب قانونك، وقانونك يبقى دايما معاك. انت بتكتب قانون، طول ما انت بتكتب قانون تبدا بعد كده التعويض بالنسبه لك بيبقى سهل. ف زائد 4 ح زائد ش على 6، تمام. طيب هل ممكن ان انا اطلب منك ان انت بعد اما تعمل الوقت المتوقع ده تبدأ كمان تبدأ تعمل لي رسم شبكة الأعمال، تبدأ لي شبكة الأعمال كلها من أولها؟ اه طبعا ممكن جدا، وده سؤال وهنبدأ نجاوب معاك. يبقى أنا تالت مثال معايا النهارده اللي هو هديك فيه إن أنا أحسب الوقت المتوقع من بداية التمرين، ونبدأ بعد كده نرسم شبكة الأعمال معانا، وبعد كده نبدأ نحدد المسارات الحرجة أو المسار الحرج بتاعي. طيب مثال رقم 3، وزي ما متعودين ورقك وقلمك وابدأ اكتب معايا المثال. النشاط ألف المسار بتاعه من 1 إلى 2، الوصف بتاعه ان انا بخطط للمصنع، المتفائل 1، الاكثر احتمالا 2، المتشائم 3. هنا الب المسار بتاعي من 2 إلى 3، بنبدأ نجهز المصنع، المتفائل 5، الاكثر احتمالا 6، المتشائم 9. نيجي بعد كده جيم، المسار بتاعه من 1 إلى 3 اللي هو عبارة عن تخطيط الإنتاج اللي هو 7 ف 8 ح 9 ش.
دال معايا هنا من 2 الى 5 هنبدأ نجهز مواد الانتاج اللي هي الفي بتاعتها ب6، الاكثر احتمالا ب7، المتشائم ب8، رقم ه من 3 الى 6 اللي هو وصف نشاط بالنسبة للتشغيل والانتاج، الفي عندي ب3، الح ب4، الشين ب5. نيجي بعد كده اخر نشاط معايا بالواو اللي هو المسار بتاعه من 5 الى 6. وصف النشاط هنا هو دراسة الايه، دراسة السوق، الوقت بتاعها من 4 ف 5 ح 8 ش. طيب المطلوب مني اول حاجة ان احنا نحسب الوقت المتوقع، يعني طبعا مش هنقدر نرسم شبكة الاعمال بالوقت كده، لازم نحسب الاول الوقت المتوقع. رقم 2 نبدأ نرسم شبكة الاعمال، رقم 3 نبدأ نحدد المسارات الحرجة او نحدد المسار الحرج، والمسار الحرج بيتحدد بناء على تحديد جميع المسارات التي توصلني لاخر حدث واللي هو تنفيذ المشروع او الانتهاء من تنفيذ المشروع. يبقى انا عشان اوصل للمسار الحرج لازم تحدد جميع المسارات عندك. طيب نبدأ الخطوة الاولى في التمرين ده، لازم الاول تحسب الوقت، وابدأ احسب الوقت عن طريق ايه بالظبط كده؟ نبدأ نحسب الوقت عن طريق ان انا اكتب القانون وابدا اعوض. طيب نبدا نعمل الجدول بتاعنا. الجدول بتاعنا اهم 3 حاجات فيه هو اسم النشاط، المسارات، ال3 اوقات، وبعد كده بتبدا تزود خانه عندك انت للوقت المتوقع. طب انا ليه ما ضفتش وصف النشاط؟ وصف النشاط هنا مش هيفيدك في الحل، فاحنا عشان الجدول ما يكبرش معانا وانت يحصل لك ربكه وتوه، مالكش دعوه بوصف الايه؟ النشاط. ابدأ حط في حلك النشاط، المسار، ال3 اوقات، وابدأ احسب الوقت المتوقع بتاعي. طب ولو قلم وابدأ احسب معايا وشوف ارقامك مقاربة لارقامي ولا ايه الغلط بالظبط. طب نبدأ هنا، النشاط الاول كان المسار بتاعه النشاط الف، مساره كان من 1 الى 2، الوقت بتاعه ف ب2، ف ب1، ح ب2، ش ب3. طب بنبدأ نعمل ايه؟ نبدأ قانوننا ف زائد 4 ح زائد ش على 6، يبقى 1 زائد 4 في 2 زائد 3 على 6. يبقى هنا النشاط بتاعي هيستغرق وقت 2، يبقى في 2 اسبوعين. رقم ب، المسار بتاعه من 1 الى 3، المتفائل 5، الح ب6، الشين ب9، يبقى 4 زائد 4 في 5 زائد 6 على 6، تبقى 5. نيجي بعد كده النشاط الثالث اللي هو ج، بيستغرق من 2 الى 4، ف ب7، ح ب8، ش ب9، يبقى 7 زائد 4 مضروبة في 8 زائد 9، الكل على 6، يبقى ب8. بعد كده النشاط د، النشاط د المسار بتاعه من 3 الى 4، الف ب6، الح ب7، الشين ب8، يبقى 6 زائد 4 في 7 زائد 8 على 6، يديني الوقت معايا 7. نيجي بعد كده اهي اللي هي عندي هنا المسار بتاعها من 4 الى 5، يبقى الاكثر الفي بتاعتك ب3، الاحتمالي عندك ب4، الشين معاك ب5، يبقى هنا معايا الوقت 3 زائد 4 في 4 زائد 5، الكل على 6، بتساوي 4. نيجي بعد كده النشاط الأخير معايا اللي هو الواو. نشاط الواو معايا المسار بتاعه من 5 إلى 6، يبقى 4 بف، 5 بح، ش ب8، يبقى 4 زائد 4 في 6 زائد 8 على 6، بتساوي 6. تمام كده، احنا كده حسبنا الوقت المتوقع. نبدأ ندخل في الخطوة التانية اللي هي خطوة رسم شبكة الأعمال بتاعتك. واحنا هنا حددنا، قلنا ان انا عشان اجيب عدد الدوائر بنشوف اكبر رقم معايا يبقى فيه 6، يبقى انا عندي هنا 6 دوائر. تعال نشوف رسم شبكة الأعمال بتاعتك. هرسم الشبكة الأولى، هحط الحدث الأول 1، من 1 بيوصلني ل2 عن طريق الألف اللي هو الوقت بتاعه 2، بعد كده الواحد أيضا بيوصل ل3 عن طريق النشاط ب5، 2 بتروح ل4 عن طريق ج ب8، وأيضا 3 بتروح ل4 بدال، بعد كده من 4 ل5 ه، وبعد كده من 5 ل6 واو.
اتفقنا ان احنا بنكتب الارقام هنا، بعد كده بنبدأ نحسب الوقت المبكر، يعني من 0 و2 2. طيب ما بروحش لأربعة، بنروح لمين؟ لتلاتة. من 0 لـ5 بـ5. الـ2 والـ3 مشتركين مع الأربعة، فهنشوف الأكبر منهم، يبقى 2 و8 10، و5 و7 12، يبقى بناخد الـ12. 12 و4 تبقى 16، 16 و6 22، يبقى الوقت الأطول لك هو 22. نبدأ نحطها في الوقت المتأخر، 22 ناقص 6 تبقى 16، 16 ناقص 4 12، و12 ناقص 8 4، وبعد كده 12 ناقص 7 5، وهنا من 5 ناقص 5 0، وفي من 4 ناقص 2 2، احنا بناخد الصفر. احنا كده بدأنا نفس الخطوة، انا حليتها معاك على اساس ان انت تبقى فاهم نفس الخطوات هي هي، تبدأ تحدد المسارات. طبعا هنا الوقت المستغرق لاتمام المشروع هو 22 يوم، تبدأ تحلها بنفس الطريقة السابقة بالظبط. طيب هنبدأ، هستنى تاني الاجابات بتاعتكم، ابدأ احسب وشوف وقفت معاك حاجة. احنا كده كده معاك زي ما قلنا على مدار الفترات القادمة كلها، معاك لحد الامتحانات، بنعمل كمان مراجعات، ان شاء الله هنكون معاك على مدار 24 ساعة. سعدت بكم وان شاء الله مستنية كل اسئلتكم، وان شاء الله نتقابل في الحلقة القادمة.